أبدى العديد من الرياضيين ورؤساء الاتحادات سعادتهم بتجديد اعتقاف الهادي ولد علي على رأس وزارة الشباب والرياضة، وصفين إياه برجل مناسب في المكان المناسب، الأمر الذي سيدفعهم للعمل بجد من أجل تشريف رايته الوطنية. والتفاصيل مع محمد قريشي. بعدما اقترب من جميع الرياضيين وفي مختلف المجالات محاولا حل مشاكلهم ودعمهم في مختلف الاستحقاقات الوطنية والدولية، أبدت الأسرة الرياضية من رؤساء الاتحادات والرياضيين سعادتهم بتجديد الثقة في وزيري القطاع الهادي ولد علي خلال التغيير الحكومي الأخير، كون ولد علي حسبهم يعد الرجل المناسب في المكان المناسب. نقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب، وإحنا كما نقول لك ستان بليزير لينا، ويعني شرف لينا، وكما نقول لك ستان لونفي بور لاتليت. يعني والله الحمد لله صافي ان غران بليزير كي شد في وزير يعني اللي كمل المشوار تاعو وزاد عطالو الثقه كما نقولوا العهده واحده اخرى باش يكمل معنا. الهادي ولد علي الذي لقي دعم الرئاسه بين صدور التغيير الوزاري فهو اليوم يحظى بدعم الرياضيين الذين طالبوا الوزير بالمواصله على نفس النهج وتوفير الظروف الملائمه لتشريف الرايه الوطنيه مستقبلا. مسرورين جدا نشوفوا العمل اللي قام به وفي سبيل الرياضيين وفي سبيل كل الرياضات، ما عندوش رياضه افضل من رياضه. انا نتكلم لاني نعرفوا كيفاش يخدم، تسمى مدى به يزيد يعاوننا اكثر باش نزيدوا الرايه الوطنيه والمرتبه الاولى يعني ما تروحناش. استقرار في قطاع الرياضه يراه الجميع تشجيعا على العمل الجدي والتخلص تدريجيا من النقائص، ويبشر بمستقبل تحقق فيه التمنيات والأحلام